مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المنصة، نلتقي فيها معا في بث مباشر يتجدد في هذا الوقت من كل أسبوع، نشترك معا في طرح القضايا والهموم ونناقش معكم مباشرة ما يهمكم ليصل صوتكم إلى المعنيين بالأمر بصورة أو بأخرى. في هذه الحلقة سنتناول في المحور الأول قضية تهمكم وذات صلة بحياتنا جميعا، وهي الكهرباء ومشكلة انقطاعها حتى صار استمرارها ضربا من الأحلام. في المحور الثاني نتناول قضية هامة ذات بعد إنساني يؤرقنا جميعا، يمكنه في حال الإهمال أن يتحول لمعضلة بل قنبلة إنسانية موقوتة بحسب مراقبين. وفي المحورين سيتاح لكم المشاركة عبر مختلف وسائل ومنصات التواصل عبر العناوين والأرقام الظاهرة تباعا على الشاشة. إذن في المحور الأول سنتناول مشكلة الكهرباء التي لم يحدث يوما أن استقرت حالتها، فمن التدهور رويدا رويدا إلى الانقطاع الكلي حد ناهز 3 سنوات كما هو الحال في محافظة البيضاء وسنتين في الحديدة، بينما في عدن وهي العاصمة المؤقتة لم تستقر الكهرباء فيها حتى لشهر واحد دون مشاكل الانقطاع المتكرر والأعطاب الفنية. أما تعز وإب وكذلك صنعاء ومحافظات أخرى فقد تجاوز الناس فيها خدمة الكهرباء كخدمة حكومية، وصارت طاقة الشمسية بديل يتوفر بها الحد الأدنى من الاحتياج المطلوب. من تعز وأفان الزميل حمزة أمين بتقرير يلخص فيه مشكلة انقطاع الكهرباء كإحدى أهم الخدمات التي يفتقدها الناس ويأملون من الحكومة توفيرها. نتابع التقرير. واقع صعب وتدهور مستمر فرضه انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على اليمنيين يوما بعد آخر. تسببت الحرب التي تشهدها البلاد بتوقف الخدمات الأساسية اللازمة ولو للحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطنين. خلال السنتين هذين السبب الرئيسي والأقوى والمباشر هو الانقلاب الذي أوصل حياة المواطن اليمني في كثير من الجوانب. أيضا لا ننسى قطاع التعليم الذي يتوقف على مستوى الجامعات أو على مستوى المدارس، تم إعادة الآن بعض المدارس وبعض الجامعات للعمل، ولكن خلال سنة كاملة تم إيقاف كثير وضرب كثير من المدارس، أيضا أثر على حياة الناس في قضية التجارة والمواد الأساسية، وهذا يعلمها الكل خاصة من يعيش في مدينة تعز. مدينة تعز تعد انموذجا مصغرا لما آل إليه واقع اليمن بشكل عام. لعامين ونصف يعيش الأهالي هنا دون كهرباء ولا مياه، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية في المستشفيات، وهي ذات العوامل التي دفعت المنظمات لإطلاق تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية توشك أن تحل بالشعب جراء غياب الخدمات الأساسية. كنا تحدثنا قبل فترة وعقدنا مؤتمر قبل الكارثة، لكن الآن نرى بأن مدينة تعز وصلت إلى الكارثة. سنتين وشهر منطفئة الكهرباء في هذه المدينة، لم تشعل حتى دقيقة واحدة منذ سنتين. في كثير من الناس الآن بدأوا ينسوا بأن هنالك كهرباء أو احتياجات التهجير، كل هذه جمعت كوارث إنسانية خلت الإنسان ينسى كثير من إيش؟ من الضروريات، ويتخيل بأنها كماليات. كل يوم تسمع كوارث، تسمع عن أناس عن أسر وصلت لمرحلة لا تستطيع إيش أن تدبر لقمة العيش، أو حتى وجبة واحدة في اليوم لا تستطيع أن تصل إليها. حرب الميليشيات الانقلابية وأساليب التدمير الممنهجة التي تتعرض لها البلاد في ظل غياب الخطوات الجادة للحكومة الشرعية والسلطة المحلية كما يتحدث المواطنون، أمر لا يزيد المشكلة إلا تعقيدا. واقع أصبح معه مجرد الحلم بعودة الخدمات حتى على ما كانت عليه قبل الانقلاب ضربا من الأمنيات. تفعيل أجهزة الدولة والعمل على توفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء مطلب يرى المواطنون أنه لابد أن تمضي عجلته سريعا لإنقاذ البلاد قبل أن تودي به عجلة الإهمال نحو الهاوية. حمزة أمين لبرنامج المنصة تعز. إذن تابعنا التقرير عن المحور الأول، لدينا اتصال حول هذا الموضوع من الأخ مشير من صنعاء. أهلا بك مشير. السلام عليكم. وعليكم السلام مشير، تعليقك حول الموضوع وانقطاع خدمة الكهرباء، كيف هو وضع الكهرباء في صنعاء؟
أخي الكريم، وكما تعلم نحن منذ ما يزيد عن عامين هنا في العاصمة صنعاء نعيش في ظل ظلام دامس، ظلام يشبه ظلام عقول وقلوب من يحكمون صنعاء. أنا أكلمك وأنا عايد من الشارع، مررت بأربع شوارع كلها ظلام دامس، ليس إلا من بعض المحلات التجارية التي تعمل على تضيئها للطاقات الشمسية. يعني وكأننا نعيش في كوكب آخر، ليس في كوكب الأرض. طيب، لكن يقال أن في صنعاء، يقال في صنعاء هناك خدمة كهرباء توفرها بعض المحطات التابعة لمؤسسة الكهرباء، خدمة حكومية، ما زالت هناك بعض المحطات تعمل وهناك إنارة في صنعاء. هناك صحيح، لكن في بعض الأحياء التجارية، في الأحياء الراقية، تستغلها السلطات الإنقلاب هنا وتعمل على رفع التكاليف. فتصور مثلا أن الكيلو كان بسبعة ريال، والآن تتقاضى الميليشيا 150 ريال على الكيلو الواحد. كذلك الاشتراكات الشهرية كانت ب 300 ريال، اليوم ب 2000 ريال. هي كأنها تجارة سوداء من نوع آخر. طيب، تصدر فواتير بشكل رسمي على المؤسسة العامة للكهرباء بهذه المبالغ التي تقول عنها؟ نعم، تنزل إلى هذه الأحياء وتستلم مبالغ باهظة من المواطنين الذين تضيء لهم الكهرباء لبعض الأوقات ولبعض الأيام، ومن يرفض بالتالي يفصل عليه التيار. يعني هذا يدل على أن الميليشيا تستطيع أن توفر التيار. طيب، بشكل عام وضع الكهرباء في صنعاء، يعني الناس أصبحوا يعتمدوا على الطاقة الشمسية ربما، لكن هناك فئة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون شراء الطاقة الشمسية. طيب، شكرا. نعم، هناك طاقة شمسية بديلة، لكن بسبب حتى أن هذه الطاقة الشمسية مرتفعة الأسعار نتيجة للضرائب التي تفرضها الميليشيا على تجار الطاقة الشمسية. طيب، شكرا جزيلا لك مشير من صنعاء. ولدينا اتصال أيضا محمد من تعز. أهلا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. محمد، كيف هو وضع الكهرباء في تعز؟ وضع الكهرباء حاليا منقطعة كليا. هذه المنطقة، منطقة الهاملي، لا يوجد فيها كهرباء مطلقا، هي معتمدة على الفوانيس قديما، لا يوجد لديها توصيل كهربائي مطلقا. طيب، بشكل عام يعني لا وجود للكهرباء في المحافظة بشكل كامل؟ بشكل كامل هناك مشاكل كثيرة، عدم توصيل الكهرباء بسبب نتيجة الحرب. مطلع أبغى أن أتحدث عن منطقة الهاملي بعدم وصول المنظمات الإغاثية، كما تحدثت سابقا عن الموضوع هذا، أثرت فيه كثير ونتيجة النزوح، وهناك مشاكل مثل الأمراض المزمنة، ولم تصدر لهم أي خدمات من أبسط الخدمات في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك محمد. طيب، عن مشكلة الكهرباء أيضا وحاجة الناس إليها ومعاناتهم جراء انقطاعها الكلي منذ شهور بل سنوات أو تقطعها في بعض المحافظات التي هي متوفرة فيها، علق بعض الأصدقاء عبر صفحة الفيسبوك. نقرأ بعض التعليقات. الأخ أبو الغيث يقول: الحقيقة أن هذه المشكلة هي حلقة في سلسلة من المشاكل المزمنة في اليمن، فالبنية التحتية متدهورة جدا، ليست الكهرباء هي المشكلة الوحيدة. تصور أن ثلثي العاصمة بدون مشروع مياه، والكهرباء دمرت عن عمد، ولا زلنا نذكر الجهود التي بذلها الدكتور صالح سمع عندما كان وزير الكهرباء، لكن كان هناك من يتعمد التخريب. طيب، تعليق آخر. الأخ مطهر يقول: المسؤولون عن انقطاع الكهرباء هم الشرعية والانقلاب، لأنهم مختلفين في كل شيء ومتفقين في قطع الكهرباء وكل الخدمات على المواطن، أما الأيتام لهم الله ورحمته. هذا تعليق ربما عن المحور الثاني. الأخ راجع عمار يقول: العقلاء يعرفون من السبب، واتضح من كان يضرب الأبراج بواسطة كلفوت، الآن مارب بيد الشرعية ولا نسمع شيء عن ضرب الأبراج، لكن البلهاء لا يعقلون. وهيب يقول: بندغر ووزير الكهرباء هم مسؤولين عن معاناة المواطن من انقطاع الكهرباء. طيب، وعن الموضوع نفسه أيضا تلقينا تعليقات مصورة من بعض المشاهدين والمهتمين، نتابع. طبعا المواطن في تعز يشكو من انعدام الماء والكهرباء والصحة والكادر التعليمي. طبعا انعدمت في تعز كثير من الخدمات التي توفرها الحكومة، الكهرباء يعني أصبحت الكهرباء
ليست موجودة، أصبح البديل لها هي الطاقة الشمسية، ولكن المواطن يعني استخدم الكمبات الكهرباء، الناس بكثرة تشاؤمهم من الكهرباء استخدموا الكمبات الكهرباء وهي التي تحمي أو تعمل على توصيل الكهرباء، استخدموها للحطب. طبعا الوضع الصحي، الوضع الصحي القمايه مكدسه في كل الاماكن، ما فيش نظافه، ما فيش امن في المدينه، القتل منتشر في كل مكان، يعني اصبحت المدينه تقول مدينه. طيب لدينا اتصال حول هذا الموضوع، الاخ زاهد من تعز. زاهد اهلا بك. الو زاهد انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعليقك حول الموضوع. والله انا الكهرباء طيب يبدو هناك مشكلة في الاتصال، أود فقط التنويه أنه بإمكانكم المشاركة والتفاعل معنا مباشرة من خلال البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك. هناك بعض التعليقات وصلتنا من بعض الإخوة. الأخ ساري يقول المسؤولية تتحملها الشرعية ممثلة بالسلطات المحلية في تعز، الحل الإسراع بتفعيل جميع المؤسسات الخدمية وضمنها المؤسسة العامة للكهرباء. كلام جميل ساري. أيضا محمد سنان يقول المسؤول الأول والأخير عن كل شيء يحدث في اليمن هو عبد ربه منصور هادي. فعلا أنور الجابرتي يقول ليش في كهرباء علشان يطالبون بتوفيرها. أعتقد أن محمد سنان يتحدث عن مسؤولية عبد ربه كرئيس والسلطة، لكن ليست كل البلاد وكل المؤسسات خاضعة لسلطته يا صديقي. طيب نذهب الآن لمتابعة أيضا بعض المشاركات التي وصلتنا عن مشكلة الكهرباء. نتابع. الوضع في اليمن وخاصة في مدينة تعز وضع بحالة يرثى لها، حيث انقطاع الكهرباء والماء وانقطاع الرواتب على الموظفين والمدرسين والجميع الموظفين الحكومة، والمجاري القمامة، تكدس القمامة بالشوارع بجميع الشوارع بمدينة تعز، حيث تسبب كثير من الأمراض وانتشار الأمراض بمدينة تعز. المدينة مدينة تعز والحرب مستمرة والحصار مستمر والجوع مستمر، كل شيء بتعز ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله على كل حال، إن شاء الله بتنتهي الحرب ونرجع كأفضل ما كنا. أيضا وصلتنا مشاركة عبر الواتساب حول الموضوع، نتابع. ولا شك بأن انقطاع الخدمات تؤثر سلبا على حياة المواطنين، لكن عندنا في اليمن الشعب متعود هو يعيش بالعافية. الخدمات مقطوعة منذ ما يقارب العام 2020، يعني انقطعت شبه انقطاع منذ ما يقارب العام 2011، وانقطعت بشكل كامل منذ العام 2014. لا يوجد لا ماء لا كهرباء لا صحة لا تعليم، لا يوجد شيء في هذا البلاد. نأمل أن تكون المراحل القادمة هي مرحلة نمو اقتصادي وتطور في حياة الناس المعيشية، وأن تكون الحكومات أن تهتم الحكومات القادمة باقتصاد الناس بحياة الناس بمعيشة الناس. طيب لدينا اتصال ايضا دكتور نصار حول هذا الموضوع، اهلا بك دكتور نصار. يا مرحبا، السلام ورحمه الله. وعليكم السلام دكتور نصار، تعليقك ومشاركتك في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه اود اشكر طاقم قناه بلقيس الفضائيه قناه كل اليمنيين وعملها الدؤوب الملامس للاوضاع اليمنيه من جميع مشاكل الإنسانية والخدمية. بما أن الموضوع الحلقة يلامس مشكلة انقطاع الكهرباء الذي في الحقيقة لم يعد مشكلة، لأنه من ذو عرفنا أنفسنا لم نعهد كهرباء متواصلة على مدار الساعة، لكن في وضع اليمن الراهن لم نجد من المسؤول الحقيقي الذي يستطيع أن يجاوب على هذه المشكلة، أو بالأصح لم نرى أي مؤسسة حقيقية تعمل لأجل هذا الموضوع، سواء من جهات الحكومة الشرعية أو ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطنية في صنعاء. لذلك أصبح هذا الموضوع غائبا جدا عن المواطنين الذين نسوا أن هذه الخدمة لازم تكون من أحد واجبات الحكومات. والدافع لذلك هو بحثهم الحثيث عن لقمة العيش فضلا عن الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والتعليم. بالنسبة للحلول في رأيي في الحقيقة وأقول بكل أسف انه لا يوجد حل سريع لمشكله الكهرباء، لانه من الكهرباء خدمه لا تتوفر الا في وضع مستقر وحكومه مستقره، غير
متنازع عليها، لكن نأمل من القنوات ونأمل من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات مثل قناة بلقيس القيام بالدور الفعال في توعية الشعب بأن هذه الخدمة للجميع والمحافظة عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع. شكرا لك دكتور نصار على هذه المشاركة. أيضا لدينا اتصال الأخ مجاهد الشعيبي، تفضل أخ مجاهد. السلام عليكم. مجاهد، باعتقادك ما الحلول لمشكلة الكهرباء في تعز؟ والله الحوثي وعفاش. طيب، وبالنسبة للحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة، هل هي قادرة على تحمل هذه المسؤولية؟ طيب لو تسمعني من التليفون، توطي صوت التلفزيون يا صديقي. اسمعك. الو، انت على الهواء يا صديقي، واسمعني من التليفون لو تكرمت. عيد السؤال. طيب، بالنسبه انت حملت المسؤوليه الحوثي وعفاش كما قلت، وكان سؤالي لك بالنسبه للمناطق التي هي الان باتت تحت سيطره الحكومه الشرعيه، اين هي السلطه المحليه من ممارسه دورها ومسؤوليتها في تقديم وتوفير هذه الخدمه للمواطنين؟ والله الحكومة الشرعية قادر أن تصلح وأن ترتب أمورها، بس كل ما تصلح الحكومة الشرعية والحوثي وعفاش يضربوا على الكهرباء. طيب الحلول برأيك؟ الحلول ان المقاومه تشد اذرها وتتقدم، وان شاء الله ان الامور كلها تصلح وتكون الى الامام ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك مجاهد. ايضا لدينا اتصال اخر من تعز، فهد الحميري، اهلا بك فهد. فهد. لا، أنت على وفاة، تعليقك ومشاركتك حول هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع الكهرباء، بالنسبة لموضوع الكهرباء في تعز، فالحلول يعني في ظل هذه الأوضاع يعني قد نكون نقول إنها يقدموا في تعز دفعة معنوية شوية، رغم أن القصف مستمر والحصار مستمر والميليشيات الحوثي تحاصر تعز. فبالنسبة للكهرباء فأعتقد أنه قد ربما يكون الآن الكهرباء يعني عمل ضروري لتعز في هذه الأثناء، يلتمس المواطن في تعز بعضا مما لأبناء تعز. طيب شكرا جزيلا لك فهد. واتصال آخر أيضا من تعز، الأخ خالد ردمان، أهلا يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام خالد، تفضل مشاركتك وتعليقك حول هذا الموضوع. والله يعني دحين تعتبر كخدمة الكهرباء يعني خدمة، لأنها تعتبر دحين بتعز خدمة سنوية، لا ماء لا أمن لا أمان. الكهرباء يعني مش بالضرورة زي ما حاجات مهمة مثل الأمن، مثل الماء، ماء الشرب، مثل الماء، مثل المواصلات، ما فيش حاجة مهمة أصلاً. كلامك صح، يعني يفترض أن يكون هناك ترتيب للأولويات. طيب بالنسبة للأولويات الآن، تعتقد المسؤولين عن الوضع في تعز باعتقادك ما هي الأولويات بالنسبة لهم الآن؟ والله الأولوية احنا عندنا في محنة في منطقة نعتبر خارج منطقة تعز، يعني لا منظمة تطلعنا، لا منظمة إغاثية طلع عندنا، كل ما نجي منظمة يقولوا لنا أنتم منطقة حرب، ندور المنظمة الثانية يقولوا عندكم اشتباكات، عندكم ما فيش أمن. طيب المنظمات على ايش قايل؟ احنا صرنا نناقش موضوع الكهرباء، وفي موضوعات أهم من الكهرباء أصلاً، نحن ما نشرب، احنا نشرب ماء مالح، عندنا احنا منطقة سكانية يعني تقريباً بحدود 30,000 نسمة، نشرب الماء المالح. ما احنا جاري ايش مضره، نظيف مش نظيف، يعني المفروض اول حاجه الحاجات الضروريه مثل الماء، الاكل، الامن، وبعد الكهرباء مش مشكله، طبعا حاجه ضروريه، بس احنا عندنا اليمنيين قد احنا نعتبرها حاجه ثانويه،
تمام، وهذا يعني ملاحظة منا من الأخوة في الإعداد أنه التركيز على المواضيع التي طرحتها خالد وتكون محاور معنا في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لك خالد من تعز. أيضا لدينا اتصال صقر الهاشمي من الحديدة، أهلا بك أخ صقر. أهلا وسهلا أخي سامي. تفضل صقر. أهلا وسهلا. تفضل أنت على الهواء، كيف هو وضع الكهرباء في الحديدة وكيف يتعامل الناس مع أزمة الكهرباء وربما نحن مقبلين الآن على الصيف؟ هو فعلا الحديدة تعتبر من المحافظات الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة، ونحن الآن على مشارف فصل الصيف، وانقطاع الكهرباء الآن زاد تعقيدا للحياة. طبعا الحديدة معروف عنها بأنها تعتمد على الكهرباء في كثير من الجوانب الخدمية، منها المياه ومنها الجوانب الصحية والطبية، إضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب المعاناة للناس بسبب عدم قدرتهم على تبريد المياه، على تكييف الهواء، على استمرار الأعمال. كثير من المشاريع أغلقت، كثير من المرافق الخدمية أصبحت شبه معطلة. القطاع خصوصا القطاع الطبي والصحي، إضافة إلى خدمة المياه التي ربما في مداخلة الأخ خالد ردمان قبل قليل تحدث عن أزمة المياه. بالنسبة لنا في الحديدة يعني يعتبر المياه تعتمد على ما يسمى بالخط الساخن في الكهرباء، وانقطاع الكهرباء عن مؤسسة المياه فاقم من المشكلة، وتوقفت مؤسسة المياه بسبب أزمة المشتقات النفطية وعدم قدرة المؤسسة على شراء المحروقات لتشغيل الكهرباء الخاصة بالمؤسسة. شكرا جزيلا لك أخ صقر. اتصال آخر، مشعل صالح، أهلا بك أخ مشعل. حياك الله. تفضل مشعل مداخلتك. نحن من أخ مشعل. طيب اتصال آخر من تعز، الأخ محمد الفقي. وعليكم السلام. محمد لا تخفض صوت التلفزيون، تسمعني من التليفون، تفضل. على طول. عندنا في محافظة تعز الميليشيات الحوثية قامت بتفجير كل ما يتم تلفون المحافظة. لو تعيد ما سمعتكش محمد، بس كان فجرت خطوط الكهرباء النافعة محافظة تعز بالكم. طيب رأيك ما الحلول؟ شكرا جزيلا لك محمد. انا حاولت اسمعك لكن يبدو ان الاتصال فيه مشكله. ايضا عن هذا الموضوع وصلتنا بعض التعليقات عبر الفيسبوك، نقرا بعضا منها. محمد البكيري يقول بصراحة السبب واضح، وضوح الشمس عن جهية المستبد الكهنوت الحوثي وتخاذل التحالف العربي. سعيد مقبول يقول المسؤول الأول هو الانقلاب، بس لا نعفي الطرف الآخر من المسؤولية، يجب عليهم توفير كل الخدمات للمواطنين، وهذه هي حقوق يجب أن تلبى وتحيد مصالح المواطنين عن الصراعات. تمام. مشاركة أيضا للأخت بتول، الكل مسؤول بدون استثناء، شرعية كانوا أم عفاشين أم حوثيين، حتى الشعب الذي قبل وراضخ لهذا الواقع المر، الكل مسؤول، حملت الجميع المسؤولية. من مأرب وصلنا تعليق مصور من الناشط الصحفي أحمد ربيع، لخص فيه الواقع الذي نجم عن تدهور وتوقف أهم الخدمات ومنها الكهرباء، نتابع. تردي الخدمات وانقطاع الخدمات كالكهرباء والمياه
وغيرها من الخدمات كان لها أثر كبير في الشعب اليمني، وزادت هذه المعاناة منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014 الذي قضى على كل شيء. هذه الميليشيات التي حلت محل الدولة ولم تقم بواجبات الدولة في المديريات أو المحافظات التي سقطت بيد الانقلاب، تخلت تلك الميليشيات حتى عن مسؤولية الأخلاقية في إعادة تيار الكهرباء، في إعادة خدمات المياه، في إعادة الحياة. المواطن اليمني يتعرض لضغوطات كثيرة اقتصادية ونفسية، ولن تنتهي معاناة اليمنيين المعاناة الكاملة إلا بإسقاط الانقلاب، إلا بإعادة الدولة، بإعادة شرعية، بإعادة الدولة، الدولة التي تقوم تمارس حياتها العامة، الدولة التي تجعل مصلحة المواطن هي على رأس أولوياتها، الدولة التي تتحلى بمسؤولياتها الأخلاقية في النظر إلى المواطن وماذا يحتاج المواطن والسعي إلى أيضا. تعليق آخر مصور عن تدهور الخدمات وصلنا من الإعلام محمود الحميدي، أجمل فيه الآثار التي انعكست على حياة الناس بسبب انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات بشكل عام. نتابع. سببت انعدام الخدمات الأساسية معاناة كبيرة لدى المواطنين، خصوصا في المحافظات التي ما تزال تخضع لسيطرة الحوثيين، حيث أن المياه والكهرباء منذ إبريل 2015 منقطعة حتى اليوم. في المحافظات التي تحت سيطرة الشرعية للأسف هناك الكثير من الخدمات غائبة. في محافظة عدن قيل أن الصيف هذا العام سيأتي باردا ولا حلول إلى الآن. أزمة الكهرباء بدأت بشكل قوي أيضا في محافظة تعز التي ما تزال بدون تيار كهربائي، بدون مياه، بدون أدنى خدمات أساسية. مشكلة الرواتب التي ضاعفت من المعاناة، 7 أشهر بلا رواتب. المواطنون اليوم سيخرجون في مظاهرات للمطالبة بالرواتب. الرواتب راتبي مطلبي، وهو المطلب الأساسي لكل أبناء اليمن، سواء في المحافظات التي ما تزال تخضع تحت سيطرة الحوثيين أو في المحافظات المحررة. الرواتب يجب أن تصرف كما وعدت الحكومة الشرعية. ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، وسنتناول قضية ذات بعد إنساني بحت يفترض ألا تخضع لأي حسابات سياسية. هي قضية أيتام الحرب الذين هم أكثر وأثقل التركات التي تخلفها الحروب للمستقبل. وفقا لآخر الإحصاءات الدولية فإن الحرب أودت بحياة أكثر من 8000 شخص، أكثر من نصفهم من الفئات الأضعف هم النساء والأطفال وكبار السن، إلا أن نحو 40% من ضحايا الحرب هم في الأغلب آباء قدموا أرواحهم ثمن للدفاع عن ما يؤمنوا به من مبادئ. وعليه فإن واجب الدولة الوطني والأخلاقي يحتم عليها عدم التجاهل ولا التقصير بحق الأيتام الضحايا. عن واقع الأيتام ومعاناتهم أعد لنا الزميل آدم الحسام التقرير التالي. بيت إيجار 3 أيتام مش معي، وإنسان أمية أروح عند من؟ أشكل من؟ لا مجيب لنكبة هذه الأسرة التي فقدت عائلها، ولا لهؤلاء الأطفال الذين التهمهم اليتم. إلى من يهمه الأمر مطلع رسالة لا يبدو أنها أثارت همة المسؤولين، ولا من شنوا الحرب في عدن قبل قرابة عامين وما زالوا في باقي محافظات الجمهورية. الوضع المعيشي لأسر الشهداء هو الجرح البارز في المشهد وفي أجساد الأطفال، أما في أرواحهم فالجروح أعمق غورا، كما يمثل عدد كبير من أيتام الحرب إشكالية اجتماعية تتمثل في عدد من المخاطر التي تكتنف حاضر هؤلاء الأطفال وتنتظر مستقبلهم. الآن الأيتام يعني يعتبروا بعضهم من ضمن أطفال الشوارع، يعني انخرطوا في العمالة، عملة الأطفال، ممكن يستخدموا مجندين، ممكن يستخدموا مع جماعات إرهابية. وفي ظل تردي المنظومة التعليمية وإفرازات ثقافة العنف خلال الحرب، هناك من يرى المآلات أكثر مأساوية، فالجهل والفقر قد ينزلقا بكثير من الأطفال إلى ديمومة دوائر العنف والتطرف. حالة تمرد عامة تفشت على مستوى معظم القيم، وبخاصة قيمة الطفل. هذه الحالة يبدو لي بأنها هي إحدى تجليات التفلت الأسري. وزارة الشؤون الاجتماعية بهيئاتها المختلفة عليها المسؤولية المباشرة لهذا الملف، مع تضافر كافة مؤسسات الدولة
كذلك منظمات المجتمع المدني التي أسست لهذه المهام والمشاريع التي تتلقى بموجبها الدعم من منظمات خارجية، لكن العمل على ملف الطفولة وآثار الحرب عليها لا يبدو أنه حقق منجزا ملحوظا، بل إن حق الضمان الاجتماعي قد اكتفى مبلغه الفصلي الزهيد مع الحرب. المؤسسات الاقتصادية يعني المصانع يجب أن يكون يعني يفضل أن يوجد بند أو من ضمن المخرجات لهذه للأيتام، لأنهم مغالبية الأيتام يعني راحوا وأباءهم دفاع عن الجمهورية، دفاع عن الوطن، فمشكلة كبيرة أن يعيشوا أبنائهم أيتام يتسولون. المسكن والصحة والتعليم حقوق بديهية لكل مواطن في عالم آخر، أما هنا فيتيم الحرب يفتقدها حتى لو كان أباه قد ضحى بحياته من أجل دولة تتنازعها سلطات متقاعسة عن أبسط الحقوق. آدم الحسامي لبرنامج المنصة، عدن. فقط أذكر بإمكان التواصل والمشاركة معنا من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا التفاعل مباشرة من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك. عن ذات الموضوع تلقينا مجموعة من المشاركات عبر الفيسبوك. المشاركة الأولى، الأخ غالب يقول: أيتام الحرب قصة ألم ومعاناة حلت في مئات الأسر اليمنية إن لم تكن الآلاف، ونظرا لما يعانيه الشعب اليمني من توقف المرتبات وتدهور الاقتصاد وإغلاق معظم الجمعيات من قبل الميليشيا، زادت معاناة أيتام الحرب معاناة فوق معاناتهم المتمثلة بفقدان معيلهم الوحيد وهو الوالد، فأصبحوا يعانون اليتم والجوع في وقت واحد. وفي هذه الحالة وإجابة على الموضوع، نقول بأنه يتوجب على السلطة الشرعية وضع خطة عاجلة لمعالجة وضع هؤلاء الأيتام واعتماد راتب شهري لهم مثلهم مثل شهداء الجيش الوطني، حتى لا يلجأوا إلى ذل السؤال والتشرد في الشوارع والانخراط في عصابات الجريمة أو الالتحاق بالميليشيا الانقلابية. طيب، مشاركة أخرى، سمر تقول: أيتام الحرب لهم الله. محمد يقول: الحرب زادت الطين بلة، أثقلت كاهل اليمنيين بما فيهم هؤلاء الأيتام الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم ومن يعولهم. نحن اليمنيون أيتام في هذه الدولة من قبل الحرب، لا رئيس دولة ولا حكومة يهتم بهذا الشعب، ولهذا نحن أيتام من ذي قبل، والحرب نكأت الجرح وضاعفت المعاناة والألم، فأصبح اليتيم في هذه الدولة التي يحكمها هؤلاء الأوباش غريب وكأنه في وطن غير وطنه وفي مجتمع غير مجتمعه، لا يفهم لغتهم ولا هم يفهم. طيب، لدينا اتصال. محمد أبو صخر، أهلا أخ محمد، تفضل. نعم، حياك الله أستاذ سامي، كيف حالك؟ مساء الخير. الحمد لله. تعليقك حول الموضوع. طبعا الأيتام الكثير من الناس يتغافل عنهم في الوقت الذي يجب علينا أن نكرمهم ونخفف معاناتهم ونعرف الآخرين بمصيبتهم وبالظروف البائسة العابسة التي أحاطت بهم وأبطأت نور الابتسامة من على وجوههم. طبعا لا أحد يكترث لهؤلاء الأيتام، وخاصة في هذا البلد الذي تحول من يمن سعيد إلى يمن تعيس. الحرب زادت الطين بلة، أثقلت كهل الآلاف من الأطفال الذين فقدوا آبائهم وأمهاتهم ونعولهم جراء المواجهات المسلحة. أصبح هؤلاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا آبائهم، البعض منهم يجد نفسه مضطر للزج بنفسه في هذه الحرب والمشاركة في المواجهات المسلحة، والبعض منهم يجبر على المشاركة في هذه الحرب. فأصبحت الحرب لها أثر بالغ في انتشار اليتم في اليمن، فاليتم زادت ضراوته وشدت حدته بسبب هذه الحرب التي أنهكت أنهكت اقتصاد الدولة ودفعت بالآلاف من اليمنيين إلى دائرة اليتم. فدور رعاية الأيتام الحكومية كانت تتلقى الدعم من الحكومة لتوفير كل ما يلزم الأيتام، ولكن في ظل هذه الحرب الدعم المادي، وأصبح هذه دور عاجزة عن تقديم أي شيء يذكر اليتيم. يعني أنت تتفق مع مشاركة صديقنا عبر الفيسبوك أنه على الدولة القيام بواجبها واعتماد لهم رواتب أسوة بشهداء الجيش الوطني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. اتصال آخر. طيب، عن نفس الموضوع أيضا وصلتنا بعض التعليقات المصورة من بعض المشاهدين، نتابع جزء منها. الطفل عندما يفقد أباه لا يستطيع أن يلتحق بالمدرسة ولا بالتعليم، يتحمل أعباء الحياة
وهو في سن الصبا صغير، لذلك هذه الحرب لا شك ولا ريب أنها أورثت لنا مأساة كبيرة، وخاصة في جانب الأيتام من الأطفال. يجب على الدولة والشرعية كفالة الأيتام الذين فقدوا أباهم خلال الحرب، وواجب عليهم تأهيلهم ماديا وصحيا وإخراجهم للعمل. وفاء الوليدي، تفضل يا أخت وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. الحمد لله، تفضلي مشاركتك حول الموضوع. بالنسبة للأيتام يا أخي، أيتام الحرب، أيتام الحرب هذا يا أخي موضوع مؤلم، مؤلم للغاية. يعني هناك إهمال شديد أيضا لأسر الشهداء، الأطفال الذي فقدوا أباءهم، حالتهم النفسية جدا سيئة. كثير من الأيتام الآن بينما أطفال العالم يلعبوا يعني ويخرجوا ويدخلوا وأخذين راحتهم في الحياة وأبسط مقومات الحياة يعني متوفرة لديهم. إحنا للأسف الأيتام الذي في اليمن بعد أن فقدوا أبيهم وأهلهم وأبوهم وأماتهم أصبحوا الآن أغلبهم بالعائل، أصبح أغلبهم بنفسيات سيئة، أصبح أغلبهم محروم من كل مقومات الحياة أخي. للأسف هذا هو الوضع. طيب برأيك ما الحلول الممكنة للتخفيف من معاناتهم؟ يا أخي والله إحنا 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 دائما نتعلم من الجمعيات أو المنظمات، هذه منظمات حقوق الطفل، منظمات حقوق الإنسان بشكل عام، يعني وهي تشاهد كل ما يحصل في اليمن بشكل عام والانتهاكات التي تحصل في اليمن في حق الطفولة وكثير من الأوبئة والأمراض التي تصل إصاب فيها الأطفال وأيتام الحرب بالتحديد وأيمالهم. هناك الكثير من المواضيع يعني ممكن من باب التخفيف عن معاناة هؤلاء الأطفال. أولا يعني رجال الأعمال والناس الذي عندهم قدرة الاستطاعة لكفالة هؤلاء الأيتام فليتطوع، يعني كل رجل لو أن كل رجل عمل مثلا واحد، هذا العمل اللي هو العمل الشعبي البسيط الذي يستطيع أحد أن يقدمه، لو كل رجل أعمال بس تكفل بطفل واحد يتيم من أيتام الحرب. هذه زاوية. المنظمات الخيرية والجمعيات الخيرية هذا الجانب الشعبي وجانب المنظمات، بينما هناك أمر الأهم هو جانب الحكومة اللي هو الدولة أو الحكومة الذي الآن يعني الحكومة الشرعية لهذا الوطن، يعني عليها أن تقوم بهذا الجانب. يعني لا فهم من هؤلاء الأطفال في زحمة كل الأحداث أن المسؤولية كبيرة، جرحى وشهداء وحرب وأوضاع جدا متردية في اليمن وحصار وكل شيء يعني متواجد، ولكن يجب أن يعطوا هؤلاء الأطفال بالتحديد الأولوية، لأن هؤلاء الأطفال هم جيل الغد، هؤلاء الأطفال هم الثروة البشرية المستقبلية التي ستكون. يعني عليهم دور كبير أن يقوموا فيه على المستوى الشعبي زي ما قلت لك، يستطيع رجال الأعمال أن يعولوا هؤلاء الأطفال من جانب. هذا واضح أخت وفاء، أشكرك جزيلا على هذه المشاركة اللي معدودين كثير من الوقت عن ذات الموضوع. وصلتنا مشاركات مصورة من بعض المشاهدين، نتابع معاناة الأطفال الذين فقدوا أباهم أثناء الحرب، وذلك في وتتزايد هذه الظاهرة ويسبب عدم تواجد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية والإنسانية في كفالة هؤلاء، يسبب تفاقم معانا إنسانية كبيرة جدا. الدولة الاهتمام بالأيتام خصوصا الأيتام الذين فقدوا أباءهم حديثا خلال فترة الحرب، عليهم الاهتمام بهم في العديد من الجوانب، الجوانب التعليمية، الجوانب الإنسانية، الجوانب المادية. هناك بعض الأيتام لا يلقون حتى لقمة تسد رمقهم أو لا يلقون حتى شربة ماء. أوضاع إنسانية، أوضاع متدهورة للأيتام في كل محافظة الجمهورية، خاصة في محافظة تعز كونها المدينة المحاصرة منذ عامين ونصف، والآن الحصار على وشك دخوله للعام الثالث. ننتقل الآن إلى فقرة أنت المراسل، هي فقرة نستقبل من خلالها بعض ما يصوره الناشطون والمهتمون أو ما قد تلتقطه كاميرات هواتفكم عن قضية أو مشكلة أو عن أي عمل إبداعي. المشاركة الأولى هي تسجيل قصير
وصلتنا من الأخ فيصل عبد الله محمد، أحد المغتربين في الرياض في المملكة العربية السعودية من حاملي هوية زائر، جدد تصريح زائر لثلاث مرات سابقة، لكنه منذ ثلاث سنوات لم يستطع الخروج ولا استقدام أسرة. نتابع ماذا قال. طبعا أنا من ضمن الأخوة الذي استلموا هوية زائر، وهوية زائر وهذه التجديد الرابعة، والآن داخلين في التجديد الخامسة، وسجلنا في خدمة أبشر، والآن أنا حاليا شغال في شركة بنفس الشركة التي سجلت فيها خدمة أبشر، والآن ثلاث سنوات ونص لا أقدرنا أن نسافر أو ندخل عائلتنا أو يعني أو تحويلها إلى إقامة رسمية. أرجو من الذي يسمعنا أن يشوفوا لنا حل. طيب المادة الثانية وصلتنا من أحد المشاهدين عبر الواتساب، مقطع انتشر منذ يومين على شبكات التواصل عن محاولة أحد الجنود التابعين للميليشيا في مستشفى الثور العام بصنعاء الاعتداء على الطبيب أثناء وقفة احتجاجية للموظفين كانت للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر. نتابع المقطع. مش من حقك بتلفوا، مش من حقك، امزه تلون بتلون، مش من حقك، امزه تلون، مش من حقك، بتحدى والله ما تطلب تلفوا، والله ما، والله ما تطلب، والله ما تطلب، ما بتحدى، اتحدى 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 اتحدى، ليش مش عارف ايه ده، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلتقي في حلقة جديدة وقضايا جديدة يمكنكم اقتراحها وتحديدا تناولها من خلال تسجيل آرائكم ومقترحاتكم من خلال صفحات البرنامج أو عناوين البرنامج الظاهرة وهي خاصة طبعا ببرنامج المنصة. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كونوا بخير.